ولمناقشة آخر مستجدات الملف النووي الإيراني ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا اللبنانية مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أهلا بك معنا أستاذ حسان. أهلا بك. أهلا بك أستاذ حسان. يعني شهر واحد أمام إيران لامتلاك سلاح نووي بحسب ما جاء في مجلة فورين بوليسي الأمريكية. بداية، كيف ترى ما جاء في المجلة؟ هل هو واقعي؟ هل هو صحيح؟ وما الذي يعنيه؟ في الواقع ما تقوله المجلة الأمريكية سبق أن ذكر منذ فترة على لسان قادة أمنيين إسرائيليين وكذلك أمريكيين وأوروبيين. إيران تعتمد دائما على سياسة تمرير الوقت وتقطيع الوقت وكسب الوقت لتطوير قدراتها النووية ولتطوير مستوى التخصيب. اليوم إيران رفعت مستوى التخصيب إلى 60%، وكذلك من المفترض أن لديها القدرة على إنتاج قنبلة نووية في حال رفعت التخصيب إلى مستوى 90%. لذلك إيران الآن لا تراهن على المفاوضات، بل تحاول أن تؤخر عملية المفاوضات. كان المفروض أن تتم المفاوضات في شهر آب أغسطس، ثم تم تأجيلها إلى أيلول سبتمبر، والآن تتحدث عن أن المفاوضات من المبكر القيام بها طالما أن الولايات المتحدة لم ترفع العقوبات عنها. لذلك هناك احتمال كبير أن إيران بالفعل أصبحت جاهزة لإنتاج قنبلة نووية، وبالتالي لا يصبح هناك أي ضرورة للتفاوض مع المجتمع الدولي ووقف برنامجها النووي أو الباليستي وحتى تعزيز دورها الإقليمي في المنطقة. كذلك إيران تعتمد على ترهيب المنطقة، بحيث أن قائد الحركة الثوري منذ أيام ذكر أنه تم تأسيس 6 جيوش في المنطقة لحماية النظام الإيراني، مما استدعى من حركة الجهاد الإسلامي اليوم إصدار بيان ترفض فيه هذه المقولة وتقول أن تعاونها مع إيران فقط يصب في خدمة القضية الفلسطينية لا أكثر. ومن المعروف أن حركة الجهاد الإسلامي تتعاون بقوة مع إيران، ولكن التصريح الإيراني قد أربك حركة الجهاد ودفعها لاتخاذ موقف متميز لم يسبق لها أن اتخذت مثلهم. لذلك إيران تحاول أن تهدد المجتمع الدولي والمجتمع العربي بأن لها أذرع في المنطقة على غرار الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق وكذلك تنظيمات أخرى، لتهدد بأن أي عمل عسكري ضدها سوف تواجهه على مستوى ساحة الشرق الأوسط وعلى مستوى الدول العربية لحماية مشروعها والوصول إلى إنتاج قنبلة نووية أو حماية مشروعها النووي. طيب، بإنتاج أسلحة نووية قادرة على حمايتها. سيد حسان، يعني بناء على ما تفضلت به، هل نجحت إيران بالفعل في يعني وضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع، أم أن لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة خطط بديلة؟ نحن نتحدث هنا عن شهر واحد إن صحت هذه التوقعات. في الواقع الكيان الإسرائيلي هو الذي أفصح عن مخططاته عندما قال أن التفاوض بين إسرائيل والولايات المتحدة والدول الأوروبية هو حول استخدام الخطة باء. لم يتم الإفصاح عن ماهية هذه الخطة، ولكن إسرائيل قالت أن تنفيذ هذه الخطة سيغير وجه المنطقة والعالم. وبالتالي إسرائيل المعنية الأولى بموضوع السلاح النووي الإيراني، خاصة وأن إيران دائما تهدد استهداف أمن إسرائيل في حال تم استهداف المفاعلات النووية أو المنشآت النووية الإيرانية. وأن صرحت إيران بأنها قد وضعت لنفسها مخططات لضرب أماكن إسرائيلية حساسة في حال تم الاعتداء على منشآتها النووية. لذلك التهديدات الآن الإسرائيلية والدولية جدية، حتى أن فرنسا بالأمس على لسان وزير خارجيتها دعت إيران إلى عدم شراء الوقت واستخدام سلاح الوقت لتمرير الوقت وتطوير سلاح نووي أو قدرات نووية، لأن المجتمع الدولي لم يرضى بهذا. فالمقال الذي نشر اليوم في الفورم بوليسي يتناغم مع هذه التوجهات، يتناغم مع التطلعات الإسرائيلية والتحذيرات الإسرائيلية. وأيضا هناك ملاحظة يجب أن نقف عندها، لأن إسرائيل استلمت منذ أيام F-35 الطائرة الشرح، مزيد من هذه الطائرات لتعزيز أسطولها الجوي. وهذه الطائرات هي الخطر الأساسي على أي منشآت نووية لأنها لا تكتشفها الرادارات وتستطيع ضرب أهداف متعددة. لذلك المنطقة فعلا على، ولكن سيد قد تكون طويلة وقد تكون مريرة. نعم سيد حسان، ولكن ما مدى جاهزية إدارة يعني الإدارة الأمريكية بالذهاب بعيدا مع يعني إسرائيل إذا ما نفذت هذه الخطة التي تتحدث عنها؟ إسرائيل
قال انها تنسق مع الولايات المتحده وايضا الاداره الامريكيه، لان قالت ان الرد على اسرائيل على ايران انما يكون ردا جماعيا، وهذا الكلام سبق ان ذكر منذ اكثر من شهر من الزمن على لسان وزير الخارجيه الامريكي. ومن الملاحظ ان خلال الفتره البسيطه الماضيه تم نقل 3 قواعد امريكيه من قطر الى الاردن، ايضا هناك تعزيز للقدرات العسكريه الامريكيه في منطقة الخليج العربي وبحر عمان بطائرات مسيرة وقدرات قتالية جديدة متطورة. الانسحاب من أفغانستان يساهم في تعزيز القدرات الأمريكية في حال شن أي ضربة عسكرية ضد إيران. أيضا التوتر المستجد بين أذربيجان وإيران الآن ووجود إسرائيل وقواعد إسرائيلية داخل أذربيجان عبرت عنه إيران بغضب اليوم. المناورات التركية الأذربيجانية الباكستانية اعتبرتها إيران تستهدف استقرارها وتستهدف أمنها. إيران تشعر أن بالفعل أصبحت في حالة عزلة متزايدة، واليوم سجل مزيد من انهيار العملة الإيرانية، وهذا سوف يزيد من الضغط على المجتمع الإيراني وبالتالي على الحكومة الإيرانية الجديدة التي وعدت بمعالجة الوضع الاقتصادي. احتمالية الحرب احتمال عالي جدا، لأن إيران لا تستطيع أن تتراجع عن مشروعها، لأن أي تراجع عن هذا المشروع سوف يؤدي إلى سقوط النظام وانهياره داخليا وخارجيا. نعم، يعني بالعودة إلى ما جاء في مجلة فورين بوليسي التي أكدت خلال ما جاء بها أن تخبط وتراخي إدارة بايدن قد يدخل الشرق الأوسط في أزمات مقبلة، السؤال هنا هل مثلت فعلا سياسة الجزرة التي تستخدمها واشنطن مع إيران دفعة لها لاستئناف برنامجها النووي على نحو متسارع؟ هل تتحمل فعلا الإدارة الأمريكية مسؤولية هذا التقدم الإيراني في هذا الملف؟ من الواضح أن الإدارة الأمريكية كانت متباطئة جدا، وكان هناك تصرف لين وبالأحرى ضعيف أمام الطموحات الإيرانية والتوجهات الإيرانية العدائية. لذلك من المفيد دائما على أن الإدارة الأمريكية تتحمل قسم كبير من المسؤولية في تطور البرنامج النووي الإيراني وفي الضغط الإيراني على المنطقة نتيجة تراخي الإدارة الأمريكية. الآن قد لا يكون أمام الإدارة الأمريكية إلا أن تتصرف بحزم، خاصة بعد الموقف الأوروبي المستجد الذي بدأ يتفاعل مع الموقف الإسرائيلي، وأيضا الموقف العربي الذي بدأ يتكلم بصوت عالٍ جدا وواضح، خاصة موقف المملكة العربية السعودية، موقف الإمارات، الذين يتحدثون الآن عن خطورة المشروع النووي الإيراني على المنطقة وعلى استقرار المنطقة. وحتى روسيا أيضا تقول أن على إيران العودة إلى التفاهم حول المشروع النووي على البرنامج النووي مع الغرب حتى لا تدخل المنطقة في صراع مفتوح قد لا تحمد عقبه. الإدارة الأمريكية بالفعل تتحمل مسؤولية، وأي أضرار ضخمة سوف تحدث لاحقا تتحمل مسؤوليته الإدارة الأمريكية نتيجة تراخيها وتباطؤها في معالجة هذا الملف والضغط على إيران بما يكفي لوقف برنامجها أو الخضوع للقرارات الدولية التي تلزمها وقف هذه المشاريع. نعم، إذا كنت ضيفا عبر الهاتف من صيدا اللبنانية مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، شكرا جزيلا لك.